الراجل والست بيكملوا بعض مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني كل واحد ليه دور وليه رساله واحنا في برنامجنا ضد الرجاله عفوا اشباه الرجال هنعرض معاناه الستات مع اشباه الرجال هستني ارائكم تحت الفيديو لان رايكم بيكمل راينا وهكون معاكم دينا ابو العلا كل يوم اربع من برنامج ضد الرجاله علي المنصات اللي هتظهر معاكم علي الشاشه دلوقتي تابعونا في بدايه كل حلقه بحب في البدايه اوجه تحياتي للراجل حبيب قلبي واقوله ازيك عامل ايه النهارده احنا معانا موضوع شائق جدا في مصطلح كده كان منتشر كتير قوي اللي هو بنسمع عنه دايما من رجالة وهو السته العاهره بس اللي انا جاي اقوله النهارده ان زي ما في ستة عاهره في رجل عاهر آه مصطلح الرجل العاهر بيطلق على رجل معين بوصفات بمواصفات معينه والمواصفات المعينه دي انا جاي اقولها لكم دلوقتي عشان نقدر نفرق بين الرجل العاهر والراجل المحترم الرجل العاهر اول حاجه بيختار الفريسه بتاعته او الضحيه بتاعته بناء على مواصفات معينه جدا ليه لان الهدف من العلاقه بيكون الجنس البحت الرجل العاهر ما بيؤمنش اصلا بالحب بين الرجل والست هو شايف كل الستات زي بعض هما كلهم عاهرات وطريقة الوصول ليهم هي اللي مختلفه لان هو لا بيبقي هدفه مشاعر ولا بيبقي هدفه جواز هو هدفه أن هو يلعب علي الضحيه لغاية ما يوصل لنقطه معينه وهي الجنس بنلاقي الراجل ده رغم وصوله لنضج وسن معين وان هو المفروض يكون ذو آه 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 مكانة في شغله او بين اهله او بين الناس اللي بتعرفه وان هو كمان ممكن يكون ذو مركز مرموق في, في وظيفة ما الا انه في علاقته بالمرأة بيكون طايش ما بيقدرش يتحكم في تصرفاته خالص تقدرش ان انت تعرف الفرق بين الراجل اللي انت شايفه قاعد ناضج وراكز وعاقل وبين الشخص الطايش اللي بيجري ورا واحده ست عشان يوصل لغرضه الراجل العاهر بيبحث عن ضحاياه عن طريق السوشيال ميديا اللي هو المجتمع الافتراضي او المجتمع الواقعي دول الطريقتين اللي هو بيدور فيهم على الضحيه بتاعته بالنسبه له كل الستات زي ما قلنا هن عائرات الا اهله وعيلته وكل الناس المحيطة بيه جوه نطاق العائلي لا مساس بيهم ومحدش يقدر يتكلم عليهم كلمة هم مثال الطهر والعفة وبقية الستات كلهم عاهرات آه في بقى ايه المدخل كده بتاع الرجل العاهر اللي بيدخل منه لأي ست او ازاي انا اعرفه من طريقته اول حاجة بتكون اول دخلة هو بيقول او بيوهم الضحيه بتاعته بفكره ان هو بيكره الكدب وما بيحبش الناس اللي بتكذب تاني حاجه بي... بيدخل عليكي بيها وهي الصدق انا اهم حاجه عندي الصدق عشان يبقى في ثقه بينا انا بكره الكذب جدا وما بحبوش في اي علاقه وانت طبعا زي الهبله كلنا يعني كستات بتصدقيه وبتثقي فيه وتحاولي تثبتي له دايما صدق مشاعرك وان انت صادقه وان انتي قد الثقه دي بتبذلي مجهود كبير جدا تالت حاجه بيوصلها لك الرجل العاهر ان هو يحسسك ان هو ما عندوش خبره يا حرام في الستات وان اخر ست كانت في حياته هم واحده او اتنين العلاقات اللي دخل فيها في حياته وان اخر ست في حياته خانته وما كانتش قد الثقه دي فطبعا انت هنا تنبهري بالصفة الجامدة دي اللي كلنا بندور فيها على أي راجل طبعا وتبدأي إن أنتي قلبك يرفرف وتحسي إن أنتي بقى لقيتي فارس أحلامك والراجل المحترم، الراجل الشيك، الراجل ذو مركز المرموق، الراجل إيه؟ اللي هتثق فيه لأنه ما بيحبش طبعا الكذب. <applause> طيب آه الراجل ده بقى إيه؟ بيبدأ إيه؟ يقول لك إيه؟ خلينا نتفق إن أنا واثق فيكي وإن أنتي واثقة فيا والكذب ملوش دخل في حياتي هوب يسيطر عليكي، هوب يبدأ اهتمام زيادة ومكالماته ورسايل وما ينامش بالليل اللي على صوتك ويصحى الصبح صباح الخير يا حبيبتي أنتي فين وبتعملي إيه ورايحة فين وجاية منين وفي الخلفية بقى في الخلفية الماسنجر بتاعه ولا الواتساب صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح مليون صباح الخير ل 5000 واحد <applause> اللي هي اللي هترد انا تمام اللي مش هترد مش هوجع قلب بس انت دلوقتي هو أنتي الهدف الاول بالنسبه له هو واخد الفريسه بتاعته بالتدريج يخلص الضحيه يدخل على التاني. بعد كده بيبدا بقى الاستاذ الجميل بقى اه يبقى قاعد كده وانت طبعا فاهمه ان هو قاعد مشتاق لك وبيموت فيكي وبيحبك ومهتم بيكي ومهتم بتفاصيلك وهو في الخلفيه قاعد بيضحك عليكي وعلى غيرك وبيبص كده على الموبايل على اسمك وعلى اسم غيرك وبيقول ايه كلهم عاهرات وده فعلاً بيكون مطبوع في ذاكرته وفي دماغه الراجل ده العاهر ودي مش شتيمة على فكرة خالص الراجل ده استهلك نفسه كتير قوي عشان يوصل لهدفه وبعد ما بيوصل للهدف ده طبعاً و... واللي كلنا عارفينه اللي هو الجنس بيحتفل انه وصل لهدفه وانتصر وبيبقى في كامل فرحته وبيسعى بكل جهده انه يقنع البنت اللي قدامه ان انتي لازم تثبتي حبك ليا ولازم تثبتي ان انتي واثقه فيا ولو البنت طبعا رفضت الهدف بتاعه بيبدا بالالحاح وبيبدا ان هو يتقمص ويتضايق وياخد جنب وازاي انتي مش واثقه فيا وازاي انا كده رجولتي خدشتي رجولتي وخدشتي حقيقي وانا طبعا أه بحبك جدا وده هيقربنا من بعض والاسطوانات المشروخه طبعا اللي بتتقال كلها لحد ما البنت طبعا عايزه بقى تثبت له ان هي بتثق فيه وان هي بتحبه وان هي موافقه على اللي هو بيقوله وكل الحاجات وخلاص وصل للي هو عايزه هو كده تمام يحتفل بقى بانتصاره يروح بقى طبعا ايه في الاخر يقول لها طبعا بيحصل بقى بعد كده عدم رد على التليفونات اهمال الرساله اللي كانت كل يوم صباح الخير ما بتتبعتش كل يوم بنام على صوتك لا اصلا رجعت من الشغل تعبان ولقيت نفسي مش قادره اتكلم فنامت آه ال العشرين رساله بتوع كل يوم بقوا رساله ولو كانت موجوده كمان ليه؟ لان في ضحيه تانية هو خلص خلاص الضحيه الاولى وخلاص وصل لهدفه وحقق انتصاراته فبيبدا على الضحايا الثانيه على طول ما عندوش وقت طبعا يعني في لسته كبيره مستنيه آه نلاقي بقى الاستاذ المحترم اللي هو الرجل العاهر تمام يقعد بقى في وسط صحابه ويقول انا بعرف فلانه انا عملت علاقه مع فلانه وكمان ما في عندوش مشكله خالص ان هو يعرض الصور الخاصه اللي قدر ياخدها منك تحت بند ان هو بيثق فيكي وان الصور دي عمرها ما هتطلع بره تليفونه لانك هتكوني زوجة المستقبل ولازم يحافظ على اسمك وسمعتك ويحافظ عليكي لكن الصوره دي بتثبت له قد ايه انت واثقه فيكي وانت طبعا زي الهبله ابعت صور عشان هو ما يزعلش عشان اثبت له الثقه عشان اثبت له ان انا بحبه تمام هو خلاص وصل لهدفه له وتفشخر قدام صحابه وعمل كل اللي ما يعمل وبقى معاه مستندات كمان ضدك انت يوم ما تحبي تتكلمي او كذا او كذا مش بعيد كمان ان هو يهددك يعني احنا ما نستبعدش ده خالص عليه لانه للاسف مش راجل اللي عايزه اقوله ان مش كل واحد مظهره راجل او صوته خشن او عنده مسؤوليات في حياته فهو راجل لا الرجال افعال والراجل اللي بيدخل يكذب على اي بنت بمسمى الحب عشان يوصل لهدف معين وهو الجنس هو مش راجل ان حبيبي انت عندك 5000 واحده انت انت بتقول عليهم عاهرات تمام جاي ليه لبنت الناس المحترمه اللي داخله عمل يعني وصلت معاك لمرحله معينه عشان هي حبتك وثقت فيك طبعا بعد غسيل المخ اللي انت عملته لها وترجع تقولها كله كان بمزاجك انا ما عملتش حاجه غصب عنك لا عدك العيب فعلا انت عندك حق بس اللي عايزه اقولهولك ان الراجل العاهر اللي بي... بيدي الستات جسمه مقابل انه يحصل على علاقه جنسيه او علاقه ماديه فده ما بيعتبرش اصلا راجل انت خرجت بره كل مسميات آه الرجوله انت يمكن بطاقتك مكتوب فيها ذكر عفوا محسوبه على المجتمع ان انت ذكر لكن راجل لا الراجل يعني امان يعني سند يعني احترام يعني شرف طبعا انت ده كله بعيد عن عينك وبعيد عن ودنك انت شايف اتجاه واحد؟ انا عشان اكون راجل لازم اكون متعدد العلاقات، لازم اوقع دي واوقع دي واوقع دي، اعرف خمس وست وسبع بنات في وقت واحد، كل واحده بقول لها نفس الكلام، وكل واحده بقول لها صباح الخير، وكل واحده بهتم بيها لحد ما اوصل لغرضي من كل واحده، وبعدين باي باي، انا مش شايفك، انا مش عايزك، مش موجوده اصلا، انت زيك زي اي واحده عاهره، طب ما انت عندك يا حبيبي العاهرات. عندك العاهرات والبنات الرتلام وعندك الناس اللي عادي ما عندهمش اي مشكله ان هي تعمل معاك علاقه لكن انت كيفك في البنت المحترمه اللي بتحبك اللي بتقدرك اللي بتحافظ عليك اللي بتقعد كل يوم انا مش هكلم زميلي الفلاني عشان انت ما تزعلش انا مش هعمل كذا عشان هو ما يزعلش انا مش هخرج مع صاحبتي عشان هو ما يزعلش وخلاص قفلتي محيطك على واحد مش محسوب على الرجاله اصلا لا هيتجوزك ولا هيعمل معاك الراجل اللي بيوصلك بالطريق ده انسي ان هو يتجوزك احنا لازم نحافظ على نفسنا ما نبقاش فريسة سهلة بغبائنا ما نلغيش مخنا ونشغل قلبنا لان القلب دايما لا ينفع بقلبي بس ولا ينفع امشي بعقل بس لازم الاتنين عشان تبقى العلاقة متوازنة عشان اقدر اخد قرار صح ودايما بيبقى عندك شواهد كده وعلامات معينه بس للاسف باسم الحب انت بتبقي معميه عنها يا حبيبتي الراجل مش كده في النهايه بس ايه انا عايزه اقول للراجل ده انت بتفتكر نفسك ان انت كده عندك فهلوه وشطاره ان انت وصلت اللي انت عايزه وان انت وصلت لفرستك وضحيتك والدنيا تمام معاك اه لكن في الاخر انت لا صله ليك بالرجوله عشان توصف ست حبيتك ووثقت فيك بأبشع الألفاظ وأبشع الكلام قدام اصحابك قدام المجتمع وتقول عليها عاهرة مع ان البنت الصعبة بالنسبة لك واللي ما بتعرفش توصلها بالطريقة دي بتكون بالنسبة لك هدف وتارجت بتحاول توصله بدون يأس وممكن تعمل أي حاجة لدرجة ان انت ممكن تعيط وتروح المستشفى وتركب محاليل وكل حاجة عشان توصلها وفي الاخر حتى لو معرفتش توصلها بتقول عليها عاهرة انت مريض انت مش راجل رسالة بس للبنات نحاول نقيم عقلنا وعندنا حتة ممنوع المساس بيها وهي شرفنا اللي عايزك في الحلال هو اللي هيجري عشان يوصلك لك لكن اللي عايزك في الحرام عمره ما هيفكر في يوم من الأيام إن هو يعمل حاجة عشان يكون معاكي هستناكم الحلقة الجاية مع ضد الرجالة ودينا